السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما بارين بفولا بما جيا ما دو تشاليني ما كرانا دي ما دينجا اتوكو احمد عثمان دوكوري دين مي ماجي ني كانا هو تينيجر سين دين مي بيو انا كانا جرسيلا لجنا سومينا ولي زريكوري karite mintoko herema kono so alen nani bi wiati mina kana motro la boni ala kuma kansen madile agato mkarana ka ala dien kanu na lu besera ala bro ala oleke mabbe motro malo ahmed fali yatafaddal mashkura a'udhu billahi minash shaytanir rajim والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله صدق الله العظيم الحمد لله ما دوشة ما دنجة ما كرنا دي أحمد عثمان دوكري ala na mino ala nyabi wiatire mina wole karana burowe ta ala dien ka dini sara sara kunyuma ala ala wole ke
فين في يا ماك لمن فين في ناتو لمنا كاي بسرا لمن كون مالا على ولك ديني انا كيانا جروسيلا فانا نا دبلوم تالا نينا مركز ميكون هو مركز لني مركز الرحمة والإحسان كعلى دنيا كيانا مراجعة كاو نويا دين مي على ولك فين في مالو كيانا جروسي كمراجعة نويا بين على ولك فين فين فنان كيانا جروسيلا كاجروسي نويا بين على ولك ما سونغالو بامنوني أبراي كون ما كدي ما على ولك كما دوا وني ما سي وني ما سون كابي ميا مالا على ولك نمكا سي ما أي حكي تولا نينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.